امرأة تعرف تصون الموقف وفي امرأة حابة تفضح الموقف. قصة حب استمرت لسنوات بين الفنانة والإعلامية السعودية هبة الحسين وزوجها عايد يوسف، وقاما بإزالة جميع الصور التي تجمعهما من حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. وكشفت هبة مؤخراً عن انتهاء هذا الزواج بالطلاق منذ 3 أشهر. كنا مرة نتكلم مع بعض فجاء قال لي تتزوجين، وصفة علاقتها بعايد بأنها أعمق من كونها قصة حب. ما يمر يوم إلا أذكر. بل صداقة استمرت 4 سنوات بدأت مع سطوع نجم عايد في الفن، تحولت إلى حب بعد أن طلب منها عايد الزواج بشكل مفاجئ. كرهت وكره، واكتشفت أنه يحبها ويدرس شخصيتها من خلال صداقتهما. صارح عايد هبة بحبه أولاً، ثم صارحته هي بعد اعترافه ب3 أشهر. عندها اكتشفت إلى أي مدى يشبهها في كثير من الأشياء، وأكدت هبة أنها غير نادمة على قرار الانفصال رغم ما يصاحبه من وجع كبير. ولم تفقد هبة الحسين زوجاً حسب قولها، لكنها فقدت صديقاً وفياً وحبيباً. صديق وفي حبيب كل شيء، شخص توأم. ونفت أن يكون الانفصال بسبب العنف أو الخيانة، على الرغم من أنها أكدت خلال الحوار أن أغلب الرجال لا يكتفون بامرأة واحدة. وكشفت هبة أنها هي من طلب الطلاق، وصفة ذلك بأن الفراق أفضل لها ولعايد. وقالت هبة أنها لا تزال تحبه وتحترمه وتربطهما علاقة صداقة قوية.